ذكر جمال الدين سليمان بن رطلين الحنبلي قال جاء هولاكوف في نحو 200,000 ثم طلب الخليفة فطلع معه القضاة. لاحظ ثم طلب الخليفة، هولاكوف طلب الخليفة فطلع معه القضاة، وهذا حنبلي، هذا حنبلي يا ابن تيمية، هذا من أئمتك. يقول فطلع معه القضاة والأعيان في نحو من 700 نفس، فمنعوا وأحضر الخليفة ومعه 17 كان أدني منهم، وضرب رقاب سائر أولئك، فأنزل الخليفة في خيمة و17 في خيمة. قال أبي فكان الخليفة يجيء إلينا في الليل ويقول ادعوا لي، قال فنزل على خيمته طائر فطلبه هولاكو فقال أيش عمل هذا الطائر وما قال لك؟ ثم جرت له محاورة معه وأمر به وبابنه أبي بكر فرفس حتى مات، وأطلقوا 17 وأعطوها النشابة فقتل منهم 2، وأتى الباقون دورهم فوجدوها بلاقع. تعليق: هولاكو طلب الخليفة أن يحضر إليه بنفسه. إذن إمام من أئمة التيمية ابن رطلين الحنبلي وسليمان ابن رطلين الحنبلي هو الذي يقول، يقول هولاكو طلب الخليفة أن يحضر إليه بنفسه، فاستخف به وسخر منه وأهانه وتحاور معه ومع ابنه فقتله، وفي نفس الوقت أطلق سراح 17 فيما قطع رقاب باقي 700. فهولاكو قد وضع ضوابط معينة على أساسها يقتل من يريد ويترك من يريد ويأسر من يريد، ولهذا اختلف حكمه على عائلة الخليفة نفسه، فقتل الخليفة وأولاد الخليفة، فقتل الخليفة وأولاده وأبقى على أحد أبناء الخليفة، والذي صار لاحقا قائدا وأميرا يعمل تحت سلطة المغول. يكمل يقول وأنبأني الظهير الكازروني في تاريخه قال وقتل ابناه أحمد وعبد الرحمن وبقي ولده مبارك وفاطمة وخديجة ومريم في أسر التتار. قلت أي ذهب يقول وله ذرية إلى اليوم بأذربيجان، هذا هذه الذرية تابعة لولده، لولد الخليفة مبارك الذي أبقاه هولاك ولم يقتله. يقول وانقطعت الإمام العباسية 3 سنين وأشهر بموت المستعصم. استفهام على قوله يقول وانقطعت الإمام العباسية 3 سنين وأشهر بموت المستعصم. أقول استفهام: إذا لم يكن شرابي ودويدار قد قتل السلطان خفاجي العباسي، إذا لم يكن قد قتل السلطان خفاجي وكان قد خرج إلى العربان، فأين هو من الأحداث وما بعد الأحداث؟ ولماذا لم يظهر بعد ذلك لتولي الخلافة وهو أولى بها؟ في وقته هو أولى بها وحصلت عليه مؤامرة الانقلاب من شرابي ودويدار، فكيف إذا ذهب الجميع فهو أولى بها بكل تأكيد.